السلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديوهات اللي فاتت. النهارده عندنا حوارات حوارات، وانتوا عارفين حوارات اليوتيوب يا اولاد ما بتخلص. اكل العيش مر، اكل العيش مر. ما علينا، قبل ما ندخل في الكلام اللي انا هقوله لكم النهارده، سمعت ان في ناس من الشراشيح هيموتوا. شوفوا هيموتوا ويشوفوا رسالتي ويشوفوا دنيتي. احب اقول لكم ان انتوا كده بتفضحوا نفسكم، وانتوا مش قلتوا ان مفيش ولا رساله ولا مناقشه ولا اي كلام من ده، وان انا واحده كدابه؟ طب عايزين تشوفوها ليه؟ ما انا كدابه، انتوا قلتوا ان انا كدابه يا جماعه، انتوا نسيتوا يا دي النيله؟ ما تركزوا، ركزوا في حوار الكذب، وبعدين ما تقلقوش من حاجه خالص. يعني انا سمعت كوثر وهي بتقول لكم ايه، ربابة هتطلع لكم كل حاجه، اصبروا بس، اصبروا ربابة هتطلع لكم كل حاجه، هطلعها لكم بس بمزاجي بدماغنا. احتمال اخلي لايف المناقشه ده للانتساب، او فيديو المناقشه ده للانتساب، واخليه بفلوس عاليه كمان. شوفوا الانتقام بتاعي واصل لفين، متخيلين؟ يعني هلم عليه فلوس قد كده اهو، يعني عارفين قد كده اهو، منكم انتوا عشان تخشوا بس تتفرجوا. ليه؟ لان حبايبي كده كده لو اتفرجوا مش هيبعتوا ليكم، فانا ايه هسيبه لكم انتوا بفلوس عشان تخشوا ايه تدفعوا. حبايبي ممكن ابعته لهم على الخاص عادي جدا، مش مشكله، اعمل معاهم جروب كده مع بعضينا، يعني جروب ليا انا بقى، وادخل فيه المتابعين اللي انا عارفاهم بالاسامي، خشوا اتفرجوا اهو ليكم انتوا، اخليه بفلوس. ما علينا، ربنا يشفيكم من الهطل اللي انتوا فيه. ندخل في موضوع النهارده، وشفت فيديو المدام هناء، والله كان كوميدي، كان بادئ كوميدي وزي الفل مفيهوش اي حاجه، وللاسف ختم بنكد. دموعك غاليه علينا يا ملكه، دموعك بتوجع قلوبنا كلنا اقسم بالله. طبعا هي قعدت تتكلم وتضحك وتهزر، وبعدين افتكرت بناتها لما كانوا بيعي وهي تجري للدكتور ولوحدها، وقد ايه الايام الصعبه اللي مرت عليها في حياتها. قعدت اقرا التعليقات عندها، طبعا التعليقات كلها الناس اللي فطرتهم سليمه زعلانين عليها، وزعلانين على ان في ست تبقى عندها الذكريات الاليمه دي في حياتها، انها اتعذبت بولادها لوحدها. تربيه بنات مع ام لوحدها مش سهله، وخصوصا لو في الغربه. لقيت تعليق من واحده برضو مريضه كاتبه، هو يعني دي الظروف الصعبه اللي انت مريتي بيها؟ ده في ستات بيمروا بظروف اصعب بكتير، ايه يعني ربيتي بناتك لوحدك؟ انت بتقولي ايه يعني؟ انا ما اعرفش الظروف اللي كتبت التعليق ده ايه، بس هو اكيد اكيد اكونت فيك. بس لو قلنا ان دي واحده عاديه، واحده طبيعيه، انت مستهونه بام تبقى عايشه مع اطفال لوحدهم، ويا ريته في بلدها، او يا ريتهم جنب اهلهم، يعني يا ريت كان في حد معاها. انت متخيله احساس الوحده واحساس عدم الامان شكله عامل ازاي؟ يا نهار اسود، يعني انا متخيلش ان يعني ان انا مع ولادي لوحدي اعمل معاهم ايه، هعمل معاهم ايه لو انا لوحدي؟ تربيه وتعليم ومرض ليله كبيره، ليله هي حاجه سهله كده؟ كفايه ان احنا بننام مطمنين الحمد لله، يعني اهلي معايا في نفس البلد، جوزي معايا في نفس الشقه، في حاجه في غيري هيتصرف، مش هتحط فيها لوحدي. انت متخيله؟ ودي بقى ست لوحدها وفي الغربه ومع بنات، يعني كمان ما عندهاش ولد ولا بتاع، لا ده بنات وكل مسؤوليتهم عليها، اكل شرب علاج تعليم كل حاجه. يا نهار اسود، يا انتوا فاكرين دي حاجه سهله؟ اقسم بالله. شوفوا انا امي اهي، وكان في وسط اخواتها ووسط تيتا وجده، يعني كلنا هنا في نفس البلد، كلنا في القاهره وكلنا جنب بعض، ومش عارفه ايه، كانت تقفل الشقة باب الشقة بالمفتاح، لأن كنا لوحدينا طبعا، تقفل باب الشقة بالمفتاح مش عارفة ايه قبل ما نروح نتنقل ونعيش عند تيتا وجده، كانت تقفل البيبان مش عارفة ايه، مرعوبة خايفة. فانت متخيلة؟ يعني انت متخيلة؟ فهي الست يا عيني مدام هناء والله العظيم بتفكرني بأمي، يعني كل ما بتحكي عن قصة حياتها
انا بحس ان انا ماما بتتكلم قصادي نفس الحياة ونفس التجربة، رغم ان مدام هناء كانت اصعب لانها كانت لوحدها في الغربة، لكن ماما كان الحمد لله حواليها اهلها، لكن احساس صعب جدا جدا. هي كانت بادئة الفيديو بتضحك وبتهزر يا عيني، وقلب معانا كانت دموعك غالية علينا، ودموعك دي دموع فخر وعزة. شوف انت وصلتي لايه في الاخر، شوفي ثمرة كفاحك في الاخر نتجت عن بنتين زي القمر يشرفوا اي حد. لما سيفي فيروز اتعرض شفنا قد ايه تربيتك مشرفة، شفنا البنت اشتغلت فين وفين 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 وعملت ايه، رغم ان اللي طلعوا السي في ما وروناش الشهادات اللي البنت حاصلة عليها. وده ليه؟ ده ليه؟ عشان نخفي الحاجات الايجابية، نخفي الحاجات الايجابية. ما ينفعش ان احنا نطلع نشهد شهادة حق ونقولها. السي في كان فيه شهادات كتير جدا البنت حاصلة عليها لانها مجتهدة، سواء في تعليمها او في شغلها. بنات يشرفوا اي حد. والنهاردة طلعت لنا مدام هناء بفيديو مع ياسمين وفيروز، والله العظيم انا وقعت على نفسي من الضحك. نفس تعامل ماما معانا، بتقول لها تعالي يا بت، تعالي يا بت وري ذكائك للمتابعين يا بت. لما بتقول لها هو انت هتقولي في اول الفيديو احنا رايحين فين؟ لو انتوا عايزين تعرفوا احنا رايحين فين تابعوا لاخر الفيديو. فمدام هناء بتقول لها ايه؟ الصبر عجبني ذكائك، عدت عليا دي. تعالي يا بت وري ذكائك للمتابعين يا بت. عسل عسل. احلى حاجه فيها ان هي على طبيعتها، ما بتتكلفش، ما بتتعاملش بالشوكة والسكينة، ما لا قولي مش عارفة، لا عادي جدا قصاد الكاميرا. تحلى يا بنت وري ذكائك للمتابعين. حاجة بصوا جايبة من الآخر، بحس كده ان انا بتفرج على مسلسل في التلفزيون، حد من عيلتي. ده الطبيعي، ده اللي بيحصل. لكن اغلبية اليوتيوبرات بيطلعوا شاربين نشا، اللي هو لا ما ينفعش نقول كده، لا لازم نقول مش عارفة ايه، حاجات معينة كده. وبرضه كانت عاملة فيديو امبارح وكانت بتجاوب فيه على اسئلة المتابعين. واستوقفني حتة العفش. يا مدام هناء بالله عليك، موضوع العفش ده تعب ناس كتير قوي، اقسم بالله. شوف انت بتقولي بحب الحاجات القديمة ومهنش عليا ان الكنب يتباع، وقلت الحمد لله ان ما عجبهاش ورجع ومش عارفة ايه. عايزة اقولك ان موضوع الكنب ده وموضوع العفش عامة والسفرة القديمة والكلام ده عملوا عليها سلسلة حلقات، سلسلة حلقات. يعني اتذكر كل ما افتكر موضوع العفش ده، ما اعرفش ليه اتذكر القناة اللي انا سمعتها. اقسم بالله الفيديوين الوحيدين تقريبا، او الفيديو الوحيد اللي انا سمعته عندها، فيديو كانت زعلانة فيه ان انت هتبيع الحاجات لانها حاجات اثرية وانها بقى حاجات الطيار وان انت ما انتش عارفة قيمتها، وفيديو تاني كانت بتلومك فيه وتقول عليك ان انت بخيلة وما انتش عايزة ان انت تجددي الحاجة. حاجتين عكس بعض، مش عارف تبيع العفش ولا ما تبيعهوش، مش عارف. والله العظيم كل ما اسمعك بتتكلمي على العفش، على العفش افتكر القناه دي، ما اعرفش ايه السبب. لاني ساعتها وقعت على نفسي من الضحك، يعني قلت اقسم بالله الست دي لو بتسمع الناس دي والله العظيم هتعمل فيديو واحد في حياتها، والله لا يمكن. اصل يعني ده انتوا بتقولوا لا، يعني اللي بينقد حد او بيوجهه لحاجه فبيوجهه لحاجه، لكن مش الحاجه وعكسها، تعملها ازاي طيب؟ والله العظيم انا ما فهمت. ما علينا، مش مشكله. فمدام هناء قعدت تتكلم على الحاجات اللي بتحبها والحاجات اللي هي ما بتحبهاش، وان المشاهدات، في مشاهدات بتجيب مش عارفه مشاهدات عاليه لكن ما بتجيبش فلوس، لكن في حاجات تانية بتبقى مشاهداتها اقل وبتجيب فلوس. ودي فعلا عن تجربه يا جماعه، عن تجربه حقيقي فعلا. ممكن مشاهدات الفيديو تبقى نازلة لكن الدقايق مرفوعة وعالية فبتجيب أرباح أعلى من الفيديوهات اللي تشوفوه، المشاهدات عالية لكن دقايق واطية، يبقى الفيديو ملوش 30 لازمة. والحمد لله اليوتيوب الأيام دي موقع المشاهدات عند الناس كلها. يعني كان في حتى قنوات زي رؤية وكده كانوا عاملين فيديوهات للفترة العصيبة اللي احنا فيها، اللي بنمر فيها يا جماعة على اليوتيوب دي. تقريبا هتبقى دي السياسة الجديدة. ان هم يجوا يقوموا موقعين مشاهدات، مش مشكلة، والله ما تفرق معانا، مش مهم. رجعت مدام هناء بعد كده تتكلم على ايه؟ عن صفات الراجل اللي هي بيعجبها فيه، يعني ايه الصفات اللي بتعجبها في اي راجل؟ بتقولك لازم يكون بيشجع مراته، لازم يكون دايما في صفها، مش ديكتاتور، مش اللي هو يقول الحاجة هي لازم تتنفذ،
او حتى لما تاخد رأيه في موضوع ما يتناقش ولا اللي انت عايزاه، فين الراجل ده اللي بيقول اللي انت عايزاه؟ يعني هتقولي مفيش، راجل شرقي وبيقول اللي انت عايزاه؟ لا يمكن. بتقول لكم ايه؟ اقول له تعالى نسافر يقول لها اللي انت عايزاه، تعالى نخرج يقول لها اللي انت مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده عندنا هنا في مصر. مفيش هنا يقول لها انا عندي شغل تاني يوم، نخرج فين يا حاجه؟ هنا في مصر يقوم يطلع لها المحفظه يقول لها لا انسي الموضوع منتهي. لا انت لا انت فاهمه غلط، انت فاهمه غلط. هنا ما بقاش في الكلام ده، لا ما بقاش في راجل يقول اللي انت عايزاه، لا بقى ميزانيه البيت هي اللي عايزه. يعني الموضوع خلف خلاف خالص يعني. فبتقول لكم عن شخصيه الراجل ان هو ما يكونش متحكم، ما يكونش ديكتاتور، يكون بيتفاهم، يكون بيتناقش. برضو ما فيش الرجاله دي، مش عارف بيجيبوهم منين الرجاله دي يا جماعه، مش عارف. الصنف ده مش موجود يعني، متهيألي على ما اعتقد. هي كلمه اللي هتمشي، وان كان عاجبك مش عاجبك انت حره. هما ده الصنف اللي انا بشوفه يعني، مش عارف. المهم رجعت بعد كده بتقول لكم في مناظر انا ما بحبش اشوفها وعمري ما شفتها، من يعني زي مناظر ذبح الخرفان، الديوك، الدجاج، الكلام ده كله كنت بتأثر وما بحبش اشوفه لغاية دلوقتي، وما بحبش ان انا اسمع ناس بتخوض في الاعراض ولا كلام من ده. ده انت لو فتحت اليوتيوب هتلاقي مستنقع، مستنقع ناس. ده ما بقاش فيه غير قنوات بسم الله ما شاء الله عنوان للشردح سب اعراض 24 ساعة. اللي صحيح على اثر سب الاعراض ده في كلمتين، ياسمين طلعت مع مامتها ما يفكركوش بحاجة. ده يا ولاد احنا في شهر ايه؟ في اخر 9 صح؟ مش المفروض ان ياسمين كانت متجوزة شهر 6 وكانت حامل في شهرين؟ سبحانك يا رب، سبحانك. البنت كده فين الحمل؟ يا رب يا ياسمين تحملي، يا رب يا رب يا رب يا رب السنة دي ما تعدي الا وانت حامل كده ونفرح بيك يا رب. سبحانك يا رب. الكذب ملوش رجلين، الكذب ملوش رجلين ابدا. حتى لما حبوا يضروا فيروز ويطلعوا سي في، طلعوا سي في مشرف. يعني ولا شفنا فيه كده ولا شفنا فيه كده، سي في كله مشرف. سبحانك يا رب، سبحانك. يعني رب دارة النافعة. اللي احنا فرحانين بيه في الفيديو بتاع النهاردة بتاع الجولة بتاعة الموبايلات والكلام ده كله، ان احنا شفنا ياسمين وكان نفسنا كمان نشوف زوجها معاها. عايزينهم بقى يشتغلوا على قناتهم، عايزينهم يطلعوا مع بعض، عايزينهم يعملوا تحديات مع بعض، عايزين نشوف مدام هناء الحما، الحما بتتعامل ازاي مع زوج بنتها، عايزين نشوف حاجات تانية. يعني انتوا دخلتوا بقى في مرحلة جديدة. مرحلة ايه؟ مرحلة ان احنا بقى في عيلة بقى تانية، بقى في نسب. فعايزين نشوف مدام هناء الحما. احنا شفنا مدام هناء الانسانة، شفنا مدام هناء الزوجة، شفنا مدام هناء الام، عايزين نشوف الحما. عايزين نشوف انت رافعه راسنا وماري منيب في زمانها زي بطوط كده ولا لا. اصل انا ماما ماري منيب في نفسها. عايزين نعرف تعاملك ازاي. عايزين نشوف تحديات ما بين ياسمين ومحمد، عايزين نشوف راي محمد في اكل ياسمين، عايزين نشوفك يا مدام هناء وانت عامله لهم عزومه كده ونشوف راي محمد في الاكل. عايزين حاجات كتير جدا. يعني انتوا ما تضحكوش علينا بفيديو ياسمين تظهر معاكي فيه وشكرا على كده. احنا عايزين ياسمين تظهر لنا كل شويه، عايزينها تشتغل على قناتها، عايزين نشوف الحياه الجديده بتاعت ياسمين. مش عايزين ان احنا نشوفها معاكي وخلاص، لا عايزين نشوف حياتها الجديده. مش حتى لو هي مش حابه ان توري شقتها ولا توري الكلام ده مش مشكله، حتى لو هيصوروا فيديوهات عندك انت، بس حابين ان احنا نشوف وحياتها الجديده ماشيه ازاي مع محمد، نشوف تعاملك معاه، نشوف تعاملها معاه. يعني انا شفت يعني الفيديو اللي انا شفته ما حسيتش باي تغيير في ياسمين خالص، فيما عدا بعض الكلمات اللي هي بقت تركز عليها وانت قاعده تضحكي تقولي لها ايه ده الكلمات دي جديده، انت بتقولي صباح الخير دققتي على الار، طبيعي انها تاخد منه اللكنه. احنا عايزين بقى نشوف تعاملها معاه، نشوفهم وهم بياكلوا مع بعض، نشوف بقى حياتهم، نشوف ياسمين بعد الجواز برضو اتغيرت ازاي. يعني
احنا كجمهوركم من حقنا الكلام ده بصراحه، يعني دي مطالب مشروعه. مع ان النهارده يا نهار اسود على اللي هيعملوه الشراشيح. جات لهم جلطه، هم زمانهم يا جماعه يعني الحمد لله ربنا ريحنا منهم في العنايه المركزه، لان هيشوفوا مدام هناء عايشه حياتها وهيشوفوا بناتها زي القمر الله اكبر عليهم، عايشين حياتهم وفرحانين ومبسوطين وخارجين وبيتفسحوا وطالعين بفيديوهات، ولا هم هنا حياتهم وبس. ربنا يبارك لهم فيها ويخليكم لبعض وما يحرمكم اللمه الجميله دي. وما زلنا مستنين رجوعكم لمصر الحبيبه وتتقابلوا بقى مع اهلكم. مشتاقين للي جاي، انا حاسه ان اللي جاي تقيل جدا، وان شاء الله امنيتك في مغتربه انها توصل لمليون هتتحقق في مغتربه وفي شهر زاد. ليه؟ لان انت محبوبه يا ملكه، الناس كل يوم عن اليوم اللي قبله اللهم لك الف حمد، ربنا يديمها نعمه عليكي، بيحبوكي وبيلتفوا حواليك اكتر، لان يوم عن يوم بيزيد مصداقيتك وبتثبتي، او مش انت اللي بتثبتي، هي العنايه الالهيه، لان انت ما بتتدخليش في حاجه، العنايه الالهيه بتثبت للناس. سبحانك يا رب، ربنا ما بيرضاش الظلم، حرم الظلم على نفسه. كل يوم عن اليوم اللي قبله بيتثبت براءتك في حاجات كتير قوي يمكن انت ما تسمعيش عنها وما تعرفيش عنها حاجه، ولا تعرفي ايه اللي بيدور من وراكي ولا ايه اللي بيتقال اصلا، انت في ملكوت تاني. بس سبحانك يا رب، حمى الرحمن عمره ما سابك، لان قلبك طيب، قلبك نظيف، وربنا كفايه ان هو فرحك وقر عينك بالذريه الصالحه دي، دي بالدنيا. وانا شخصيا متشوقه اشوفك بقى في المرحله الجديده لما تبقي جده. يعني هتبقي جده عسوله قوي. والله العظيم هتبقي جده كيوت، يعني انت صغنونه خالص يا مدام هناء، لا باين عليكي سن ولا باين عليكي اي حاجه خالص، يعني هتبقي جده كيوته اقسم بالله. طالعه بتقول لي ياسمين وفيروز ايه، انا بحب اغير التيشيرتات، انا لبست لهم بنفسجي ولبست لهم اسود ولبست لهم مش عارفه ايه، بناتي كانوا بيحاولوا يغيروا لي ان انا اغير اللون ومش عارفه ايه، لكن انا عجبني اللي هو اللون الاخضر الفاتح ده، لون جميل جدا جدا عليكي، تغيري ليه، لون فظيع والله العظيم جميل جدا. انت يعني عليك اختيار الوان، بصي ماشيه مع شخصيتك، انت بتدينا طاقه ايجابيه، فبتطلعي لنا بالوان كلها حيويه. الوان الصيف دي يا جماعه، الاخضر الاصفر الاحمر البرتقالي، الحاجات دي الوان الصيف، عارفين اللي هو تحسوا بطاقه ايجابيه في الفيديو بحيويه. مش في ناس يعوذوا بالله، الله العظيم مهما يلبسوا اقسم بالله الهدوم بتبقى قايله لهم اقلعوني اقلعوني. ربنا يديم عليك حب الناس يا ملكه، واحنا من الناس اللي بتحبك ومتابعينك طول الوقت ومستنيين فيديوهات اكتر مع ياسمين ومحمد، ونشوفكم على خير يا جماعه في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم.